كراج باب الطوب، تعرف يعني مثلا اللي يريد يجي مثلا يتسوق من باب السراي، الاسواق القديمه من ذاك الجانب، الجانب الايسر، تعرف تاكسي شويه غاليه عليه، الكوسترات او الكيات 500 دينار يعني يطيق يعبر من الجانب الايسر الى الجانب الايمن وبالعكس، يتبضع وهم ترجع الحركه، فمهم جدا جدا للقديمه كراج باب الطوب. حتى اكو مناطق بالجانب الايمن يعني صعبه عليهم جي على باب الطوب لعدم وجود الكراج. صعبه جدا والله استاذ، تعرف مثلا اذا يريد يعبر من الايسر وين مثلا ينطي كروه 3000 دينار، وين يروح ويرجع ذهاب وياب 500 دينار 500 دينار 1000 دينار. حتى لو ما تسوق، حتى لو ما يتسوق يعني تصير سهوله، سهوله شلون يصير مرونه، حركه ديناميكيه للموصل القديمه ترجع، لان صعبه صعبه يبقى جراج باب الطوب ايش متروك. باب الطوب العالم كله تنزل، اذا نقل ماكو ما يصير المنطقه القديمه، كيات باصات اذا هو مهجور وما حد يدير بال عليه طبعا ماكو، العالم ما تجي لان نقل كلفته قليله، ولهذا ما يجي ولا محلات تتعمر اذا ما يرجع النقل. يعني نقل لأن سعره مناسب قصدك؟ بالضبط، لأن سعر مناسب والمنطقة مشهورة، يعني باب الطوب منطقة قديمة والكل تعرف شلون كانت باب الطوب، ولهذا ما يجون إذا ما ترجع النقل. كراج باب الطوب أولا راح تزيد الحركة بالسوق، يقلل الازدحام، وشغلة أخرى يعني تعتبر حالة مثل خلينا نسميها حالة نفسية، العالم هسه من ترجع السوق يعني من ترجع على باب الطوب تتونس، حالة نفسية يعني. كانوا يجون يفتغرون. نعم. أكيد أكيد. ويركب بالباص يعني 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 كأنما طالع سفرة من كان يجي. يعني عدد التسوق، كان اكو ناس ما عنده شغل وعمل، يجي ينزل يومية يجي يتونس يفتر ويطلع. وما تكلفه شيء. وكل شيء ما تكلفه، بس الراحة والجاية.